أي هو الهدف؟ ولا شيء آخر يدعو إلى الاستعجال. واجتماع كاري لافروف المقبل رحل إلى هوامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري بعد لقاء ثلاثي اليوم في جنيف بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا والأخضر الإبراهيمي. جنيف الدبلوماسي لم يقرب جنيف الثاني الكبير الذي من المفترض أن يضع النظام والمعارضة على طاولة واحدة. واكتفى لافروف وكاري بتصدير الإيجابيات عن محادثاتهما الكيميائية. والإيجابية الوحيدة التي تخص الولايات المتحدة أن الاتفاق وضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار وحماها من خطر الكيميائي السوري. وبعدها فليتحارب السوريون فيما بينهم ولتسقط الضحايا، ويأخذ النظام وقته في تصفية المجاهدين على أرضه وأولئك الذين يقضون مضاجع أمريكا وروسيا وأوروبا على حد سواء. فهذا وقت الخلاص من الجهاد العالمي الذي أصبحت سوريا ملاذه ووجهة قتاله. إسرائيل في مأمن. انتهى الاجتماع، وغدا ينقل جون كيري الخبر السعيد إلى بنيامين نتنياهو في زيارته لتل أبيب قبل أن يزف إليه أي طرف عربي أو غربي النبأ. وكل كيميائي ونووي على أرض عربية فان، سواء بالصفقات أو باستدراج عروض سياسية أو تهديدا بالحروب وفرض العقوبات. فمعمر القذافي استأصلوا مشاريعه النووية بتسوية على ماضيه عام 2003، صفحوا عن ديكتاتوريته وأبرموا تسوية على لوكربي، وعقدوا معه صفقات النفط والغاز وجردوه من لباس نووي كان لا يزال شفافا. وفي العام نفسه غزوا العراق بذريعة نووي، علما أن أمريكا كانت قد غضت الطرف عن مجزرة حلبجة عام 88 التي ارتكبها ما كان يعرف بعلي الكيماوي وأبادت نحو 5000 من أكراد العراق. لم تتدخل واشنطن لأن صدام أباد شعبه، بل تحركت بعد 15 سنة لاحتلال هذا البلد وحل جيشه وإدخاله في أتون حرب طائفية واستبدال مؤسسته العسكرية بجيش القاعدة. والمعركة مستمرة باتجاه نووي إيران. أما ترسانة إسرائيل النووية والحربية غير التقليدية، فإن أمريكا تنأى بنفسها عن إثارة خطرها على المنطقة، بل وتعززها سنويا بالمليارات وتهتم بصيانتها. النووي الإيراني ممنوع، والجيوش العربية ليس لها أن تتسلح بما يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ومن غير المستحب أن تصبح قوية وذات نفوذ يقرر المصائر كما حدث في مصر، حيث كشف عن خطط أمريكية إسرائيلية بملامح عربية لإلهاء المؤسسة العسكرية وإغراقها في الأمن المميت. لبنان الممنوع على جيشه التسلح يعود أقطابه إلى استراتيجية الحوار، لكن كل على خريطة طريقه. واليوم أوفد الرئيس نبيه بري رسله للطواف بين الرئاسات على يستكمل الوفد جولته يوم الاثنين بلقاء رئيس كتلة المستقبل، صحفي الفورن بوليسي الرئيس فؤاد السنيوره.